السلام عليكم، معكم أحمد هشام من قناة تدريب ورعاية الكلاب. الحلقة النهاردة هتكلم عن الجرو في أول يوم في البيت أو في أي مكان. أول ما تشتري جرو، الجرو أول يوم في حاجات كتير غلط وأنت تحاول تعدلها بعدين، مش لازم في أول يوم، عشان أول يوم ده أنت بعدته عن أهله وأخواته، فتبقى حاجة غريبة بالنسبة له. الجرو أول يوم هتلاقيه بيهوهو كتير أو بيعيط عشان هو قلقان، وفي حاجات غريبة قدامه اللي هي الكراسي والحاجات دي وهو مستغربها. الجرو ممكن يكون ممكن يمنع الأكل، في جرو ممكن وممكن لأ، بس بنسبة كبيرة في جرو كتير بتمنع الأكل عشان ده بيبقى سبب خوف وحاجات زي كده، وهقول لكم الحلول بتاعتها في آخر الفيديو. وحاجة مهمة برضو، خد بالك من الجرو ممكن يعمل حمام في أي حتة، بيبقى خايف وكده، ممكن يعض اي حد، انت نفسك ممكن يعضك. لو الجرو من انواع الشرسة لازم الكلب بتاعك تكون مدربه من اول يوم، ودي حاجة هتكلم عليها اخر الفيديو. الحل بقى بتاع الحاجات دي كلها، لازم الكلب بتاعك تحسسه بالامان، تشيله على رجلك كده وتطبطب عليه. هو اول يوم كده كده بينام على رجلك، لازم خلاص هو شو يسكت؟ لا مش بيسكت، يفضل قاعد خايف وبيهوه وممكن ما ينامش. انت لازم تحطه على رجلك كده حد ما ينام، تحطه مثلا تشيله في اي مكان هو نايم زي الطفل الصغير بالظبط. وهو الكلب لو اطمن ليك او انت حاسسه امان هينام وهياكل. ولازم تبعد عنه الاصوات العالية، يعني ما تجيش كلب انت جايبه اول يوم وتلاقي بقى الناس بتزعق ومش عارف، لا دي حاجات ممكن تخوفه اكتر، تعمل له مشاكل اكتر. ولازم تاخد بالك من الحمام بتاعه، يعني انت لو مربي كلب في البيت ابعد عنه، مثلا ابعد عن السجاده، ابعد عن الحاجات دي عشان ما يعملش عليها حمام. لو عض حد ده بيبقى خوف، يعني مش لازم يعض حد بقى يبقى هو كده خلاص هيبقى شرس، او لا ده عشان بيبقى خايف قلق مثلا من شخص بيعض. والله حكاية العض دي هعمل عليها حلقة قريبة عشان دي حاجة مهمة وناس كتير بتشتكي منها. لازم تعرف الكلب بتاعك، ان يعني تعرفه شخصيتك، يعني الكلب بتاعك لو انت مثلا بتتعامل عصبي ده هتلاقي الكلب عصبي، لو انت هادي هتلاقي الكلب يبقى هادي معاك. لازم تعرف ان يعني انت بتبقى شخصية مع الناس، متبقاش يعني خلي الكلب يفرض شخصيته عليك، بالذات لو انت شاري دكر، عشان دي حاجة مهمة وناس كتير بتشتكي منها. لازم تعرف الكلب بتاعك، ان يعني تعرف شخصيتك، يعني الكلب بتاعك لو انت مثلا بتتعامل عصبي ده هتلاقي الكلب عصبي، لو انت هادي هتلاقي الكلب يبقى هادي معاك. لازم تعرف ان يعني انت بتبقى شخصية مع الناس، متبقاش يعني خلي الكلب يفرض شخصيته عليك، بالذات لو انت شاري دكر. ولازم برضه في نفس الوقت ما تبقاش اللي هو تقسى على الكلب أوي، لازم تبقى فيه حنية وبرضه يبقى يعرف ان ليه شخصية. ولازم الكلام ده كله من اول يوم عشان يبقى عارف ان البيت ده ليه قوانين، هو ما يلحس ما يعود حسب بقى اللي انت بتقوله. ولازم الكلب يعرف صاحبه، يعني مش اي حد يجري يلعب معاه، لازم يعرف مين اللي هو بيديله الاكل، مين اللي بينضف له، مين اللي بيعمل له الكلام ده كله عشان يحترمه او يسمع كلامه. وبعدين في التدريب، حلقات التدريب هتنزل قريب، بس ما كنتش حابب اطول اكتر من كده في الفيديو. ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب، واللي عايز اي حاجه اي افكار او اي فيديو عن اي حاجه ما ينساش يسيب لي كومنتات تحت وانا هرد عليه واعمل له فيديو ان شاء الله. شكرا.